حق الزوار وكان في اب مناسبة حق الزوار كان في انتقادات يعني موجهه لحق الزوار، بيقول لك ان ده مبالغ، انتوا بتبالغوا في الارقام او بتبالغوا في الاستفاده من حق الزوار. بس الرد كان رسمي هذا الاسبوع بايقاف استيراد الغاز، وده ابلغ رد يعني. تمام، هو بس هو مؤشر بسيط قوي ان حق الزوار ده في منطقه اسمها منطقه شروق في البحر المتوسط، وده تم اكتشافه في 2015 وبدايه تشغيله كانت في 2017. طب بعض الخبراء قالوا، هي بس ارقام محطوطه قدامي يعني، بعض الخبراء قالوا ان مع بدء الانتاج بتاعه في 2017 كان بيوفر حوالي 350 مليون قدم متر مكعب من الغاز يوميا، وليحل بذلك يعني بيسد حوالي 2% من الفجوه اللي موجوده في البدايه ما بين العرض والطلب. مع بدايات 2019 هيسد حوالي 7% من هذه الفجوه. طبعًا. كمان بيوفر حوالي 250 مليون دولار سنويا. مهم جدا عشان الناس واخده بقى ان احنا عندنا كان في طلب سنوي، النهارده هيتم يعني تقليل هذا الطلب على الدولار الامريكي ب 250 مليون دولار. تمام. 250 مليون دولار هيتم توجيههم وتوظيفهم لسد احتياجات الدوله. تمام. واحداث عمليه تنميه وكمان توفير خدمات اساسيه للمواطن. صح. طيب بالشكل ده انا لما بدات ملف سياسي عالجته ادى عندي الى نمو اقتصادي او استقرار في المرحله الاولى ثم النمو النهارده، بعد كده القوة الاقتصادية للدولة تعطيها دفعة للقوة السياسية مرة تانية. ما اتكلم مع الدول النهارده وانا موقفي الاقتصادي قوي بيكسبني علاقات سياسية اكتر، ولا انا فاهم غلط؟ لا، ما هو دلوقتي احنا الرئيس السيسي هو اللي بيقود مجموعه ال 77 في الامم المتحده، المجموعه ال 77 والصين، ابتدينا يبقى لينا مكانه عالميه، ابتدينا وبعدين الرئيس مش من يعني مش ساكت على زياره او اثنين، لا انت لو تلاحظ حضرتك ان على طول في زيارات خارجيه، زيارات في اتفاقيات بتم يعني اتفاق في الجمعيه العامه للامم المتحده. شوف حضرتك هو التقى بكام رئيس دوله وكان مندوب دولة، شوف في اتفاقيات كتيرة تمت لسه طبعا لم يتم الإعلان عنها في هذه الفترة. عندنا كان من ضمن حتى الخطاب القائم أهم ملفت نظر حضرتك في الرسائل اللي